مرحبا بكم، معكم دكتور منى عبد الحميد. سأعرض في هذا التسجيل الترجمة العربية التي قمت بها للعرض المقدم من قبل دكتور نيكول شادريك. تحدثنا الباحثة هنا عن كتابها الذي نشر مؤخرا من قبل جمعية الدراسات الليبية بلندن، وهو مبني على الأطروحة التي قدمتها الباحثة لجامعة أكسفورد لنيل درجة الدكتوراه. مرحبا، أنا نيكول شيلدريك. سأتحدث في هذه المحاضرة الموجزة بعض الشيء عن الاستيطان الريفي والعمارة في إقليمي، المدن الثلاث طرابلس، خلال العصرين الروماني والمتأخر. يشتهر إقليم طرابلس القديم الذي يشغل حاليا الجزء الشمالي الغربي من ليبيا والجزء الجنوبي من تونس بهندسته المعمارية الرائعة في كل من الحضر والريف، والتي تعود إلى الحقبة الرومانية. استحوذت المعالم الأثرية للمدن الساحلية لبدة الكبرى وصبراتة وغيرها على اهتمام الرحالة وعلماء الآثار لعدة قرون، ويعد هذا دليلا على الحضارة الغنية والثروة العظيمة التي تمتلكها هذه المدن القديمة. تختلف الهندسة المعمارية والاستيطان في ريف إقليم طرابلس عن تلك التي في المدن في نواحي كثيرة، ولكنها لا تقل عنها أهمية. كانت مناطق الريف في غاية التنوع، بداية من السهول الساحلية الخصبة والتلال الجبلية إلى مناطق مشارف الصحراء ومناطق سرت الأكثر جفافاً مع وديان عميقة وهضاب صخرية. ومع ذلك فإن الفلل أو البيوت الساحلية الفخمة والقصور الشاهقة والحصون العسكرية والأضرحة الضخمة هي دليل دامغ على وجود أعداد كبيرة من الناس في بيئة صعبة في أقصى الأطراف الجنوبية للإمبراطورية الرومانية. لم يكونوا قط يعيشون حياة الكفاف، بل كانوا ينعمون بحياة مزدهرة. ومع ذلك فإن معظم مباني الريف لا تبدو كثيرا مثيرة للإعجاب، إنها ذات بناء أبسط بكثير وتتضمن القليل من الزخارف أو حتى تعدمها، وغالبا ما نجدها في شكل بقايا سلسلة من الجدران المنخفضة أو أكوام من الأنقاض، ولهذا السبب قد يكون من الصعب أو المستحيل تحديد تاريخها دون التنقيب أو البحث عن أنواع أخرى من الأدلة. الآن بالطبع سجلت العديد من المسوحات والدراسات السابقة، وناقشت إلى حد ما المباني التي تكون المواقع والمستوطنات في الريف الطرابلسي. ويعد مسح الأودية الليبية في مشارف الصحراء التابع لليونسكو من أكثر المشاريع شمولاً حتى الآن، ومعروف بين العديد من العاملين في المنطقة، حيث أقيم خلال ثمانينيات القرن الماضي من قبل فريق ليبي بريطاني، ونشرت أعماله في مجلدين عام 1996. شمل الأول دراسات في مجالات مختلفة، ساينثيسس تولى تحريره جرايم باركر، أما الثاني فتناول فهرس المواقع المسجلة جازاتير من إعداد وتحرير ديفيد ماتينغلي. وقد تركزت أعمال التقصي السابقة الأخرى في الغالب على مسائل مختلفة، منها تأثير الجيش الروماني مثل دراسة تروسي عن التخوم الطرابلسية ليميز تريبوليتانيوس في جنوب تونس، أو على الأنشطة الاقتصادية لاسيما إنتاج زيت الزيتون والنبيذ كالمسح الذي أجراه في الآونة الأخيرة مفتاح أحمد في جبل ترهونة. لقد أسهمت هذه المشاريع وعدد آخر منها بشكل كبير في فهمنا لريف إقليم طرابلس، ومع ذلك ركز القليل منها بشكل خاص على المباني الريفية نفسها. ولا تزال العديد من الأسئلة المهمة حول إنشاء وتطوير واستخدام المباني الريفية في جميع أنحاء الإقليم دون إجابة، أو أنها لم تلق المعاينة الكافية بعد.
لذلك كان هدفي في هذه الدراسة التي شكلت أساس طروحتي لنيل الدكتوراه وتنشر الآن كدراسة من قبل جمعية الدراسات الليبية، هو القيام بأمرين رئيسيين. الأول هو تحديث وتوليف مصنف للبيانات الموجودة حول الهندسة المعمارية وتشييد المباني الريفية في إقليم طرابلس خلال الفترتين الرومانية والمتأخرة، أي من حوالي القرن الأول قبل الميلاد حتى حوالي القرن السابع الميلادي. كان أحد الجوانب المهمة هو التوحيد بقدر الإمكان للبيانات التي جاءت من مجموعة متنوعة من الاستطلاعات والمصادر المختلفة، ووضع تصنيفات أساسية جديدة لكافة البيانات. كان من شأن هذا العمل أن مكنني ولأول مرة من إجراء تحليلات كمية ومقارنات ذات مغزى للمباني والمستوطنات في جميع أنحاء المنطقة بطريقة أكثر منهجية وعلى نطاق أوسع مما كان متاحا في السابق. أما الهدف الثاني فقد كان استخدام البيانات والتحليلات التي جمعت لمحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بتطور مباني المزارع الريفية التي تم تشييدها واستخدامها في إقليم طرابلس. ومن هذه الأسئلة، كيف كانت المباني في أجزاء مختلفة من ريف إقليم طرابلس متشابهة أو مختلفة ولماذا؟ ومتى تم اعتماد بعض الأشكال والتقنيات المعمارية ولماذا؟ وكيف نفسر بعض هذه الاختلافات؟ إذن بلغ إجمالي ما جمعته من بيانات أكثر من 2400 مبنى من ريف إقليم طرابلس، ويمكن مشاهدة توزيعها في هذه الشريحة. كما يلاحظ على الخريطة، قمت بتقسيم المادة المجمعة إلى 9 مناطق، وذلك استناداً إلى حد ما على مناطق وظواهر جغرافية مثل الجبل وأحواض الأودية وحدود المسوحات السابقة، ولكن تم أيضاً الأخذ في الاعتبار النمط العام الذي نشاهده في توزيع المادة المسجلة. ولذلك يجب أن نضع في الاعتبار أن العديد من المناطق الفارغة على الخرائط المقدمة لا تشير بالضرورة إلى عدم وجود مواقع أو مستوطنات، بل يعني فقط أن تلك المناطق لم يتم مسحها بعد أو تعذر تضمينها في دراستي بسبب ضيق الوقت أو مدى توفر البيانات. وفي ملاحظة مماثلة، نظراً لأن التركيز الرئيسي لهذه الدراسة كان تحليل المباني والهندسة المعمارية، فإن خريطة التوزيع ليست بالضرورة توزيعاً لكافة المستوطنات المعروفة في المنطقة. وبالرغم من أنه من نافلة القول أن الهندسة المعمارية والاستيطان مرتبطان معا ارتباطا وثيقا، إلا أن جل تركيزي على المباني نفسها مع بعض الاستثناءات، فقد سجلت فقط المواقع التي يمكن أن يقال شيء ما عما يوجد بها من مبان من حيث الحجم أو البناء أو من حيث الخصائص البنائية الأخرى. وهذا يعني أنه لم يتم تضمين أي مستوطنات تمت الإشارة إليها فقط. ومن خلال حصيلة من الكسر الفخارية المتناثرة، منها على سبيل المثال ما نراه أحيانا في مناطق بها زراعة حديثة مكثفة. سوف تلاحظون هنا أيضا أنني قسمت المباني إلى ثلاث فئات عامة مختلفة: المباني العسكرية والمباني المحصنة والمباني غير المحصنة. لن أتحدث كثيرا في هذه المحاضرة عن المباني العسكرية، لكنني سأتطرق إلى المباني المحصنة وغير المحصنة وأسباب ذلك التقسيم. لقد بدأت جمع البيانات الخاصة بي بتسجيل المواقع والمعلومات التي كانت متوفرة في الدراسات المنشورة، ويمكن مشاهدة المناطق التي غطتها هذه المسوح الأثرية السابقة على الخريطة هنا والمبينة ضمن حدود بخطوط بيضاء. يعود الجزء الأكبر من البيانات الخاصة بي إلى الفترة ما بين عامي 2000
و11 و2015، وللأسف لم أتمكن خلال هذه الفترة من زيارة ليبيا، ولذلك حددت كل ما أمكن المواقع باستخدام صور الأقمار الصناعية المتاحة عبر جوجل إيرث أو بينج ماب. كان هذا حقا تدريبا مفيدا، لأنه في حين نشرت بعض المسوحات الحديثة إحداثيات يمكن استخدامها للعثور على بعض المواقع، فإن العديد منها قد جرت قبل أن تصبح تقنية الجي بي إس متوفرة على نطاق واسع، ولذا فقد تمكنت من تسجيل مواقع بدقة أكثر وعمل خرائط توزيعية متطورة. بالإضافة إلى ذلك تمكنت أيضا بفضل الجودة العالية لمعظم الصور من إضافة قياسات لعدد من المواقع والتأكيد متى دعت الضرورة إلى ذلك على مخططاتها وتصحيحها، لأنه ولأسباب تتعلق بالوقت والنواحي اللوجستية أثناء إقامة هذه المسوحات غالبا ما يتم فقط تقدير هذه الأنواع من القياسات أو حسابها بالخطوات أو أنها لا تسجل على الإطلاق. خلال عملية تحديد المواقع المنشورة مسبقا ورسم خرائط لها باستخدام صور الأقمار الصناعية، أصبحت قياسات عدد من المواقع داخل مناطق المسح المنشورة وحولها والتي لم يتم تسجيلها في السابق واضحا أيضا. ونتيجة لذلك ولزيادة مجموعة البيانات الحالية قررت إجراء قدرا محدودا من المسح الجديد عن بعد عبر الأقمار الصناعية، وتمثل المواقع التي تم تحديدها خلال الاستشعار عن بعد ما يقرب من ثلث العدد الإجمالي للمواقع في الكتالوج أو المصنف الخاص بي، والمناطق التي أجريت فيها مسحا جديدا من خلال صور الأقمار الصناعية موضحة على الخريطة باللون الأحمر. سجلت لكل مبنى عددا مختلفا من الخصائص الكمية والنوعية المختلفة، اشتملت على أمور مثل المخطط والحجم وتقنيات البناء ووجود تراكيب معاصر وأدلة على العناصر الزخرفية. سيكون كتالوج المواقع متاحا للتنزيل عبر الإنترنت على صفحة جمعية الدراسات الليبية. لم يتم تضمين الإحداثيات في الكتالوج لغرض حماية بعض المواقع الأكثر عرضة للخطر، ولكن يمكن للطلاب والباحثين المهتمين الاتصال بي مباشرة أو التقدم بطلب إلى مشروع الآثار المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيمينا للسماح بتفحص قاعدة بياناته على الإنترنت، حيث جرى الآن أيضا إدراج العديد من المواقع الموجودة في الكتالوج الخاص بعملي. وبعد جمع كل هذه البيانات وتوحيدها أصبح من الممكن البدء في إجراء بعض التحليلات الكمية والنوعية لفئات واسعة من المباني. كما ذكرت آنفا قسمت بشكل عام المباني الريفية غير العسكرية التي سجلتها إلى فئتين، مزارع غير محصنة ومزارع محصنة. تتألف المباني غير المحصنة عادة من مجموعات مختلفة من الهياكل البنائية المكونة من طابق واحد ومساحات مفتوحة تحدها جدران منخفضة أو سلسلة من الحجرات، ويشار إليها أحيانا باسم مزرعة مفتوحة. من ناحية أخرى تتميز المباني المحصنة بظواهر مثل الخنادق المحيطة أو الجدران العالية المشيدة بشكل كبير أو المداخل الفردية الدفاعية، ثم تم تفسيرها تقليديا على أنها ذات غرض دفاعي. إن هذا التمييز لا يخلو بالطبع من المشاكل. بادئ ذي بدء لا ينبغي بالضرورة أن نفترض أن المواقع غير المحصنة لم تكن محصنة أو أن سكانها ليسوا مهتمين بمسألة الأمن. على سبيل المثال في الإمكان الإشارة عموما إلى مباني يمكن أن تصنف على أنها غير محصنة، ولكن من الممكن أن تكون لها أبراج مراقبة مدموجة ضمن بناياتها،
وعلى العكس من ذلك سيكون من الخطأ افتراض أن جميع ما يبدو من ظواهر دفاعية مرتبطة بالموقع المحصن كانت أساساً نتيجة مفترضة للحاجة إلى الحماية أو الأمن. على سبيل المثال المداخل الفردية والارتدادات في تصميم الجوانب المواجهة للمداخل في العديد من المباني المحصنة ربما تتعلق بالحاجة الماسة للدفاع، ولكن هذا الشكل من المباني قد ثبت أيضا أنه يوفر حماية أفضل ضد العوامل الطبيعية مثل العواصف الترابية. ويمكن أيضا أن تكون على صلة بتحول في الأعراف الثقافية، حيث أصبحت الخصوصية أكثر أهمية، ربما على وجه الخصوص لفئة الصفوة الذين ربما أرادوا فصل أنفسهم عن الآخرين وعدم الاحتكاك المباشر بهم. ومع ذلك بينما يمكننا أن نشير إلى بعض المشاكل في مسألة الفصل هذه وأهمية أن نتوخى الحذر والمرونة في عملية تطبيقها، فإنه من الممكن عموما تحديد الاختلافات الرئيسية في الشكل الظاهري لما يسمى بالمباني المحصنة وغير المحصنة وتطورها، والتي توحي أنه يظل من غير المناسب تماما الإبقاء على هذا التمييز. جانب آخر مهم يبين إمكانية تقسيم هذه المباني إلى مجموعات منفصلة من خلال تاريخها. تم تأريخ العديد من المواقع في ريف إقليم طرابلس من خلال الالتقاط السطحي للفخار. مع ذلك من المهم أن نتذكر أنه بينما يمكن أن تخبرنا البيانات الفخارية الملتقطة أن أحد المواقع ربما كان مشغولا أو على الأقل كان مكانا لممارسة بعض الأنشطة البشرية خلال فترة معينة، إلا أنه لا يمكن عادة أن تزودنا بأي معلومات مؤكدة بشأن إنشاء أو تشييد أو تطوير أو التخلي عن أي من المباني الموجودة. لدينا حتى الآن عدد قليل من الحفريات في المباني الريفية في إقليم طرابلس، والتي يمكن أن تعطينا فهما أفضل للتسلسل الزمني لها وفترات استخدامها، وهذا بالتأكيد مجال لبحث مستقبلي يستحق المتابعة. ومع ذلك استنادا على أدلة الفخار الرفيع الذي تم التقاطه خلال المسوحات المختلفة كما نشاهد في الرسوم البيانية، فإن ذروة الاستيطان غير المحصن في معظم المناطق كان بين القرنين الأول والثالث الميلادي، ويبدو بعد ذلك أن عدد المستوطنات غير المحصنة قد بدأ يتضاءل إلى حد ما. يمكننا أن نرى بوضوح تام هذه النزعة في المناطق الساحلية في جزيرة جربة ناحية الغرب والمناطق الداخلية المجاورة للبدا، والممثلة في الرسوم البيانية من 1 إلى 3 على اليسار، وإلى حد ما أيضا في الرسوم البيانية في الرسم البياني رقم 4. ورغم ذلك كما نشاهد في الرسومات البيانية الموجودة ناحية اليمين بالأخص 5 و6، ففي ذلك الوقت الذي انخفضت فيه أعداد المواقع غير المحصنة في حوالي القرنين الثالث والرابع الميلادي بدأنا نرى زيادة في المستوطنات التي كانت قائمة حول تراكيب بنائية محصنة. وإذا ألقينا نظرة على الخريطة هنا يمكننا أن نرى على وجه الخصوص أن تلك المناطق التي حدث فيها هذا التحول تقع في الجبل، وهي المنطقة الجبلية إلى الجنوب والغرب من لبدة ومنطقة مشارف الصحراء ناحية الجنوب. لذلك من الواضح أنه كان هناك اختلاف زمني كبير في إنشاء هذين النوعين من المباني وتطورهما، ومن البديهي القول بأن هذا لا يعني أن المواقع من أي نوع كانت لم يتم بناؤها أو استخدامها خارج هذه الفترات. وما لدينا من مادة أثرية إنما يبدو إشارة على أن هذه الفترات كانت الأكثر نشاطاً من حيث مشاركة شاغليها في اقتصاد واسع النطاق والاتجار في هذا النوع من السلع.
لا يبدو أن الاستيطان الريفي في إقليم طرابلس قد امتد إلى ما وراء المناطق الداخلية المجاورة للمراكز الحضرية الساحلية قبل القرن الأول قبل الميلاد. لقد كانت المراكز الريفية الصغيرة في الواحات وقمم التلال المنيعة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وكان الرعاة شبه الرحل يستخدمون اللاندسكيب. على ذلك فقد ظلت غالبية المناطق الريفية غير مستوطنة. على أي حال، فإن الظهور المفاجئ نسبياً للمباني المشيدة بالحجارة عبر ريف إقليم طرابلس حوالي القرن الأول الميلادي يشهد على انتقال واسع النطاق لعملية استقرار واستيطان لأجزاء كبيرة من المنطقة خلال هذا الوقت، وربما يرجع ذلك جزئياً إلى الاستقرار الجديد في المنطقة الناتج عن ازدياد السيطرة الرومانية. وقد تشير السرعة الواضحة والشمولية التي حدثت بها عملية التوطين إلى وجود حافز مشترك للقيام بذلك، على الرغم من عدم وجود دليل على أي نوع من السياسة المتعمدة للاستيطان. وبدلا من ذلك، فإن أحد الاحتمالات هو أن العائلات أو المجموعات التي كانت بالفعل ناجحة في عملها ربما بدأت تتفهم مزايا المشاركة في النظم الاقتصادية الرومانية الأكبر. لقد وفرت زيادة الاستثمار في الزراعة مع الاستمرار في القيام بالأنشطة الرعوية والسبيل لأولئك الذين لديهم قطعان كبيرة من الماشية المزيد من الأمن لهم ولثرواتهم، وساعدت على ترسيخ مكانتهم، مما أدى في النهاية إلى ظهور طبقة الصفوة. وهكذا كما سبق وأن ذكرنا، فإن الشكل الرئيسي للاستيطان كان لمباني المزارع غير المحصنة أو المفتوحة التي بدأت على أبعد تقدير من القرن الأول الميلادي، رغم أنها تعود في بعض المناطق إلى قبل ذلك بعدة قرون. لقد قسمت أيضا المباني غير المحصنة التي سجلتها عموما إلى نوعين. الأول كان مبنى ذا فناء courtyard building، وعرفته على وجه التحديد على أنه مبنى به سلسلة متواصلة من الحجرات على جانبين على الأقل من مساحة مفتوحة. تم العثور على المباني ذات الفناء في جميع أنحاء إقليم طرابلس، وكانت أكبر بشكل واضح من أنواع المباني الأخرى غير المحصنة، وغالبا ما تم بناؤها باستخدام تقنيات بناء من كتل حجارة مشذبة بأسلوب البناء الروماني المتبع في شمال إفريقيا المعروف باسم أوبوس أفريكانوم، التي تبدو بعض أمثلته في هذه الشريحة، وتحتوي في غالب الأحيان على عناصر فاخرة مثل الفسيفساء أو مباني الحمامات المرتبطة بها، وكثيرا ما كانت بها معاصر. كانت المباني الكبيرة ذات الفناء غير المحصنة والمبنية جيدا هي السائدة خلال القرون الميلادية الأولى في المناطق الساحلية والجبل على وجه الخصوص، وهذا يدعم الدراسات السابقة التي أكدت على الثروة الكبيرة للمناطق الساحلية والجبل وازدهارها خلال القرون الميلادية الأولى، والتي كانت تعتمد على الإنتاج والتصنيع الزراعي خاصة زيت الزيتون والنبيذ. ومن المحتمل أن العديد من هذه المباني ذات الفناء في المناطق الساحلية والجبل كانت مراكز أطيان أكبر تخص ملاك الأراضي الأثرياء الذين عاشوا في مراكز الحضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من شكل الفناء نفسه وتقنية بناء أوبوس أفريكانوم الشائع استخدامها في تشييدها يمكن ربطها عموما بالتقاليد المعمارية الهيلينستية البنية، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا على مشاركة أوسع في أنظمة البحر الأبيض المتوسط. وفي مناطق مشارف الصحراء وسرت كان شكل البناء الأكثر شيوعا خلال الفترة نفسها هو نوع مبنى المزرعة التي لها باحة Farm Yard Building،
وتم تحديده والتعرف عليه من خلال مساحات كبيرة مطوقة بجدار ومفتوحة على الهواء الطلق، وغالبا ما تحتوي على حجرات متعددة، لكنها ليست مرتبة ومنتظمة على النحو الذي نراه في المباني ذات الفناء. وقد وجدت عناصر زخرفية ومعاصر في نوع المزرعة ذات الباحة، ولكن بشكل أقل مما نراه في المباني ذات الفناء. تباينت أحجام هذه المباني وتقنيات البناء المستخدمة فيها إلى حد كبير، فكانت هناك مباني صغيرة تحتوي على حجرة واحدة أو حجرتين، وأخرى كبيرة بجدار يطوقها، وغالبا ما يتم تشييدها بحجارة شبه مشذبة أو غشيمة مصففة بعض الشيء. يعد تشييد هذه المباني وأنظمة الري المرتبطة بزراعة الوادي دليلا واضحا على الانتقال إلى الزراعة المستقرة. ومن المهم ملاحظة أن مباني المزارع ذات الباحة هذه لم تكن مجرد نسخ أصغر أو أقل تعقيدا من المباني ذات الفناء، بل كانت مساحات كبيرة مفتوحة على الهواء الطلق، والتي تمثل السمة المميزة لهذه المباني. ومن شبه المؤكد أنها كانت مخصصة لاحتجاز الحيوانات، وهذا دليل على الأهمية الاقتصادية والثقافية المستمرة للرعي وتربية المواشي جنبا إلى جنب مع الزراعة في حياة الناس الذين يعيشون في هذه المناطق على وجه الخصوص. الاختلاف الآخر هو أن المباني غير المحصنة في هاتين المنطقتين، وخاصة في سرت، كانت تتجمع في كثير من الأحيان معا في شكل مجموعات أو مجمعات صغيرة، بعكس ما كان عليه الحال في الشمال في المناطق الساحلية والجبل، حيث تميل المباني الكبيرة ذات الفناء إلى أن تكون منفصلة عن بعضها وأكثر عزلة. وقد يشير هذا إلى أن هناك عوامل مختلفة أسهمت في كيفية تنظيم الاستيطان في المناطق الجنوبية، وربما اختارت العائلات أو المجموعات الاجتماعية الأخرى العيش بالقرب من بعضها بعضا، بدلا من نظم الأطيان الموجودة في المناطق الغربية القريبة من الساحل. بحلول الوقت الذي بلغ فيه التوطين وبناء المباني غير المحصنة ذروته بين القرنين الأول والرابع بعد الميلاد، كان الجيش الروماني قد رسخ وجوده في المنطقة وحافظ عليه، وقد تجلى ذلك ماديا في المباني العسكرية المهيبة التي كان الجنود يقطنونها. ويمكننا أن نتخيل أن هذه المباني كان لها تأثير كبير على الناس الذين يعيشون في المنطقة، وذلك من خلال موقعها الاستراتيجي في الواحات التي ربما كانت في الأصل مراكز قبلية ونقاط مهمة لطرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. كما ذكرنا سابقا، بدأت المباني المدنية المحصنة في وقت مبكر من القرن الثالث الميلادي في الشيوع في أنحاء كثيرة من ريف إقليم طرابلس. ولا شك أنه كان هناك فترة من التداخل مع تلك غير المحصنة، ولكن ما لدينا من نذر قليل من الأدلة التاريخية يشير إلى أنه تم التخلي خلال هذا الوقت عن العديد من المباني المستقلة غير المحصنة لصالح المباني المحصنة، ومستوطنات تكون أحيانا محيطة بها مباني أكثر تكتلا وقربا من بعضها. اتخذت هذه المباني المحصنة المعروفة أيضا باسم قصور عدة أشكال، فهي من حيث المخطط إعادة ولكن ليس دائما ما تتخذ شكلا مربعا أو مستطيلا مع حجرات تحيط بفناء صغير أو بئر سلم، وتكون في مناطق الجبل خاصة محاطة بخندق واسع كما هو موضح في الأمثلة الموجودة أسفل الشريحة ناحية اليمين. حظيت المباني الشبيهة بالأبراج ذات الارتفاع من طابقين إلى ثلاثة طوابق بشعبية خاصة في مناطق مشارف الصحراء،
وكانت تتميز بنوافذ قليلة أو صغيرة ومداخل فردية يمكن الدفاع عنها، واتصفت عموما بالضخامة والمهابة. على أي حال، وكما سبق وأن أشرنا، في حين يبدو بأن العديد من الخصائص والعناصر المرتبطة بهذه المباني كان لها في الوقت نفسه وظائف دفاعية، فهي يمكن أن تخدم أيضا أغراضا أخرى تمكنها من الاستمرار في أن تظل مفيدة ومناسبة لأنواع الأنشطة الزراعية والرعوية نفسها التي كانت تمارس في زمن المباني غير المحصنة. على سبيل المثال، يمكن للمباني ذات الخنادق الواسعة على وجه الخصوص أن تكون بمثابة خزانات لتجميع المياه أو حدائق، مستفيدة في بعض الأحيان من فترات هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وللتعويض عن الخسارة الواضحة للمساحة الخارجية التي كانت متاحة سابقا في المباني الكبيرة، سواء التي لها باحة مفتوحة أو تلك ذات الفناء. ربما تم بناء مساحات مطوقة للحيوانات في شكل مبان منفصلة، أو ربما تم بناؤها من مواد عضوية قابلة للتحلل. إذن كيف يمكننا تفسير الانتقال بين هذين النوعين المختلفين جدا من المباني؟ هناك عاملان رئيسيان مرتبطان يمكننا مناقشتهما: تراجع مستوى الاستقرار والأمن في المناطق بسبب ما يسمى بغارات البربر أو القبائل المحلية، وربما كان هذا الانتقال مدفوعا بالتقسيم الطبقي المتزايد في المجتمع. للبدء بالنقطة الأولى، فإن غارات البربر هذه معروفة من مصادر تاريخية مثل أميانوس مارسيلينيوس الذي وصف هذا الوضع، ولسيما غارات الأسترياني في القرن الرابع، لكننا أيضا نحصل عليها مباشرة من أدلة النقوش، وقد تم في حالتين على الأقل الاستشهاد بالتوغلات البربرية بوصفها سببا لبناء المباني المحصنة في الريف. الدليل الأول والأقدم زمنا على حد علمي هو النقش الذي نشاهده على أعلى اليسار، الذي يذكر على وجه التحديد الغارات البربرية، وقد جاء من قصر دويب على مشارف الصحراء، وهو في الواقع نقطة مراقبة عسكرية تعود إلى منتصف القرن الثالث الميلادي. النقش الثاني من سيدي سامس في منطقة الجبل، الذي قد يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، رغم إقرارنا بأن تاريخه غير دقيق، وهو يوثق أيضا الغارات البربرية. وبالرغم من أن النقش مجزأ، يبدو أنه قد تم الاستشهاد به مرة أخرى على أن الغارات كانت السبب وراء إقامة المبنى، إلا أنه في هذه الحالة كان في الواقع مبنى مدني محصن، ولذلك ليس هناك سبب وجيه للشك في أن الهاجس الدفاعي كان مصدر قلق ودافع مباشر وراء تشييد هذه الأنواع من المباني. ومع ذلك يمكن رؤية مسألة الأمن والهاجس الدفاعي في التوجه المتزايد للعيش في مستوطنات ذات مباني تتكتل حول بعضها وتكون متمركزة حول هذه المباني المحصنة. غالبا ما نشأت مستوطنات صغيرة حول المباني المحصنة، وفي أوقات انعدام الأمن المتزايد يبدو أن هناك تفضيل واضح للعيش ضمن مجموعات أكبر بالقرب من حصن مركزي يمكن للناس اللجوء إليه في حال أي تهديد مباشر. إن هذه المستوطنات غير مفهومة جيدا، ومن الصعب تحديد تاريخها بدقة، رغم أننا نكون واثقين بعض الشيء من وجود نوعين من الاستغلال المتزامنين لبعضهما، عندما نرى أن المباني تتصل مع بعضها بعض كما في الأمثلة الموجودة على اليمين، إلا أنه من الواضح أن هذا ليس هو الحال دائما كما نرى على اليسار. على أي حال، فإن حقيقة أن مجموعات المباني هذه المتكتلة حول بعضها والباحات المطوقة
enclosures كانت في الغالب مبنية بشكل عشوائي بعض الشيء، وتشير في كثير من الحالات إلى أنها تطورت بشكل تدريجي على مدى سنوات أو حتى عقود، باعتبار أن العائلات والمستوطنات في ازدياد. وقد يدعم هذه الطريقة التي يتخلى بها الناس عن مزارعهم غير المحصنة تدريجيا ويقتربون من مباني المزارع المحصنة بدلا من أن يكون الانتقال كلي في آن واحد. إن إحدى النتائج المحتملة لعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة هي على ما يبدو حدوث انخفاض حاد في معاصر الزيتون. هنا لدينا توزيع المعاصر المسجلة في المباني غير المحصنة، وكذلك على هذه الشريحة في المباني المحصنة. يبدو أن الندرة النسبية للمعاصر في المباني المحصنة مقارنة بالمباني غير المحصنة تشير إلى أنه كان هناك انخفاض بشكل عام في مواقع إنتاج زيت الزيتون أو النبيذ في القرون التي أعقبت ارتفاع شيوع المباني المحصنة. وأحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن زيادة انعدام الأمن في المنطقة خلال القرنين الثالث والرابع الميلادي ربما دفعت الناس إلى تقليل اعتمادهم على الزيتون كمحصولهم الرئيسي، لأنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، فقد تستغرق الأشجار سنوات لتجنى ثمارها، والأمر نفسه إذا حدث أي شيء لها فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تتعافى. ولذا بدلا من زراعة الزيتون من الممكن للمحاصيل السنوية أن تصبح أكثر أهمية. يتوافق هذا النمط أيضا مع تدهور المدن الساحلية التي من المحتمل أن تكون مزارع مناطق الساحل والجبل مرتبطة بها. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في سرت بعد القرنين الثالث والرابع الميلادي كان هناك هجر واسع النطاق إن لم يكن كليا لمستوطنات الريف المستقرة، مما يشير إلى أنه أيا كان الاقتصاد الزراعي أو الرعوي الذي تم إنشاؤه هناك في القرون الثلاثة الميلادية الأولى لم يعد يستحق العناء. وقد ينظر إلى هذه الخطوة على أنها رفض واع للاستيطان والاستقرار لصالح الرعي وحياة التنقل. على كل حال، الاستيطان الدائم في مناطق مشارف الصحراء ظل بوضوح هو القاعدة السائدة، ويشير تشييد المباني المحصنة الكبيرة في هذه المناطق إلى مستوى معين من الازدهار المستمر، وهو ما يقودنا إلى النقطة الثانية التي يتم الاستشهاد بها عموما للانتقال إلى المباني المحصنة، ألا وهي التقسيم الطبقي المتنامي للمجتمع. بشكل عام وكما ذكرنا سابقا، يبدو أن الأنشطة الزراعية والرعوية استمرت في مناطق مشارف الصحراء والجبل بالطريقة نفسها التي كانت عليها عندما كانت المباني غير المحصنة أكثر شيوعا، حتى وإن كان في بعض الحالات ربما بشكل أقل. ومع ذلك فإن أشكال المباني المحصنة وترتيبها ومستوطناتها تشير إلى أن هذه الأنشطة ربما كانت الآن على الأرجح تتمحور بصورة متزايدة حول الأطيان، حيث تركزت بشكل واضح في مباني هؤلاء الصفوة. إن تشييد الأبراج والمجمعات المحصنة الرائعة والمبنية جيدا والمزودة غالبا بعناصر زخرفية وما يفترض من مستوطنات كبيرة تابعة لها يدل على مجتمع فيه مجموعة مختارة من الناس تمتلك الوسائل والرغبة في الترويج عن ثروتهم والمكانة والقوة باعتبارهما كانتا نتيجة لهذا الثراء. هذا بشكل خاص أمر مدهش، لأن هذا النوع من الزخرفة في المباني السكنية غير المحصنة كان أقل شيوعا في المناطق نفسها، ولا أعلم عن وجود مبنى سكني واحد غير محصن في جميع أنحاء إقليم طرابلس كان به نفس
كان به نقش، حتى تلك التي لدينا عنها أدلة أخرى مثل وجود الفسيفساء أو الرخام التي توحي بأن الساكنين قد يكون لديهم قدر معين من الثراء أو المكانة أو الرفاهية. كانت هذه الأنواع من الزخارف أو النقوش مقصورة في فترات سابقة بشكل أساسي على المباني الجنائزية، ولذلك يبدو أن هذا يشير إلى نوع ما من الانتقال لدى الأثرياء عن رغبتهم في إظهار الثروة والمكانة في مجتمعهم المحلي، والتأكيد على قوة ومكانة الأشخاص الأحياء وليس الموتى فقط. يبدو أن كل هذه الأدلة تشير إلى وجود نخبة محلية متمتعة بالرخاء قامت ببناء هذه المباني المحصنة وسكنتها. إن فخامة مباني الأبراج المحصنة وارتفاعها بشكل خاص جعلت منها وسيلة مثالية لإيصال رسالة تعكس ثرائهم وقوتهم بطريقة أكثر تأكيداً مما كان عليه الحال في المباني غير المحصنة. والتباين يبدو مدهشاً في اللاندسكيب بين هذه المباني الجديدة وتلك الموجودة في السابق. كانت هذه المباني تقام غالباً في مواقع أكثر قابلية للدفاع، ولكن بنيت أيضاً في مواقع مرئية ممتلكة للأرض الفضائية من حولها وعلى قمم التلال أو المنحدرات أو النتوءات المشرفة على الوديان، في حين أن نظيراتها غير المحصنة كانت تقع غالباً مباشرة على منحدرات أو حواف الأودية. وتم في كثير من الأحيان كما في المثال الموضح هنا بناء المزارع المحصنة على مقربة شديدة من المزارع القديمة غير المحصنة، ويمكننا الاعتقاد بأنها كانت سكنا للعائلات أو المجموعات نفسها، لكنهم عمدوا إلى تشييد البناء الجديد في موقع أكثر بروزا. كان من الواضح لكل من يشاهد هذه المباني أن تشييدها وصيانتها لا يمكن تحقيقها إلا من قبل مجموعة مميزة من الأثرياء والأقوياء. وكان من شأن بروز مبانيهم في اللاندسكيب أن يلفت الانتباه إليهم، وهي فرصة لا يمكن أن يفوتها هؤلاء الصفوة للتذكير الدائم بالقوة والموارد المتاحة لهم. وربما أدى تشابهها بالعمارة العسكرية الرومانية إلى جعل الناس ينظرون إليها كرموز للقوة العسكرية والسلطة والشرعية. بحلول القرنين الخامس والسادس الميلادي يحتمل أن الاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال إدماج المنطقة في كنف الإمبراطورية الرومانية والذي يبدو جليا في القرن الأول الميلادي قد تضاءل مرة أخرى. بدأ هجر العديد من المستوطنات الدائمة التي تم إنشاؤها في القرون الميلادية الأربعة الأولى، ومن المحتمل أن السكان خارج المناطق الساحلية قد رجع العديد منهم إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في الرعي والتنقل التي كان يمارسها أسلافهم، وآلت مرة أخرى سيطرة زعماء السكان الأصليين والمجموعات على مشارف على المناطق الداخلية، بينما استمرت الزراعة والاستيطان الدائم في العصر الإسلامي وما بعده لاسيما في مناطق مشارف الصحراء، ولعلها لم تكن بنفس الكيفية التي كانت عليها في السابق. في حين تثبت الأدلة أن الزراعة المستقرة كانت أكيدة في مناطق مشارف الصحراء، إلا أن المحافظة عليها تطلب المزيد من العمل، ومن الممكن أن افتقار الزراعة للحافز والدعم الذي كانت تتلقاه باعتبارهما جزءا من أنظمة اقتصادية متوسطية وسوق أوسع، فإن الأمر لم يعد يستحق الاستثمار في هذا النوع من الإنتاج والمعيشة. إذن كان هذا مجرد عرض عام مقتضب للغاية ومقدمة عن المباني الريفية والهندسة المعمارية لريف إقليم طرابلس خلال الفترات الرومانية والمتأخرة.
إذا كنت مهتم بمعرفة المزيد عن هذا الموضوع والحصول على شرح أكثر عمقا للتحليلات التي أجريتها وكنت قد تعرضت لها في هذا العرض، فإن هذا العمل منشور الآن كدراسة أحادية مونوغراف من قبل جمعية الدراسات الليبية مع نسخة رقمية يمكن الوصول إليها مجانا من خلال موقع الجمعية. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجمعية الدراسات الليبية وخاصة فيكتوريا ليتش على رعايتها لنشر هذا الكتاب. إنني في غاية الامتنان ولي الشرف أن تنشر الجمعية هذا العمل، وهذا أمر ما كنت لأصدق حدوثه عند بداية انضمامي للجمعية منذ 15 عاما مضت عندما كنت طالبة ماجستير. كانت هذه الدراسة كما ذكرت في البداية محور عملي لنيل إجازة الدكتوراه في جامعة أكسفورد. وأود هنا قبل أن أختتم حديثي أن أشكر مشرفي أندرو ويلسون الذي قدم لي قدرا كبيرا من النصائح والإرشادات القيمة خلال تلك الفترة التي أجريت فيها هذا العمل، بالإضافة إلى عظيم امتناني لكل من ديفيد ماتينغلي وجانيت ديلن وبروس هيتشنر ومارتن ستيري الذين قرأوا النص كاملا أو أجزاء أساسية منه سواء أثناء كتابة الرسالة أو أثناء الإعداد لنشرها، مما أمدني بالكثير من الاقتراحات والنصائح المفيدة. أخذت العديد من الصور المستخدمة في هذا العرض من الأرشيف الأصلي لمشروع اليونسكو لمسح الأودية الليبية والموجودة في جامعة ليستر، وأنا ممتنة للغاية لهم ولجمعية الدراسات الليبية على سماح لي بالاطلاع عليه واستخدام هذه الصور. شكرا جزيلا لكم.